الجلوس لساعات طويلة أمام التلفزيون أو المكتب أو أمام الأجهزة الإلكترونية يؤدي لمشاكل وآلام كثيرة في الظهر والرقبة. في فقرتنا الرياضية نتعرف على بعض التمارين البسيطة التي يمكن أن تساهم في تخفيف هذه الآلام وتفادي تطور الأمر لمشاكل أكبر. طبعا سينضم إلينا من جدة ككل يوم خميس مدرب الرياضة فواز الطسان ليعرفنا على أهم التمارين اللي ممكن أي شخص يعملها إن كان في البيت أو حتى في المكتب. صباح الخير فواز. خلينا نبدأ مع يمكن الموظفين. عادة ساعات الدوام بين 8 إلى 9 ساعات يوميا والجلوس لفترات طويلة. إيش هي بعض التمارين اللي ممكن الشخص أو الموظف يؤديها على مكتبه لتفادي ألم الظهر والرقبة؟ عشان يتفادى آلام الرقبة هو لازم يتفادى حاجة مع رقبة المراسلة اللي بتجي بسبب أنه بيدنق رأسه كثير فبيسبب حمل على الفقرات الرقبة مع الظهر. فالأفضل دائما عدم الجلوس لساعات طويلة، يعني كل ساعة يقوم يأخذ مشي 20 دقيقة أو 10 دقائق. والأفضل طبعا يسوي تمارين أوريكم جزء منها. طبعا لو رفع يدينه زي كذا وقام بهذه 20 تكرار بير هاند، بعدها على طول يخلي يدينه كذا مستقيمة، يدور يدينه بالشكل هذا ممكن 10 إلى 15 تكرار، بعدين بالشكل المعاكس. طبعا التمارين تتكون من جزئين، جزء تقوية وجزء ستريتشنج. الستريتشنج جدا مهم، فلو جينا نشوف الستريتشنج ينزل يده في الكرسي هنا، يميل جسمه كذا ويميل رقبته معها كذا عشان يحاول يسوي ستريتشنج للرقبة مع الترابس الشكل هذا. ايوه طبعا برضو حيكون كويس لو يحط يدينه كذا على المكتب ينزل بالشكل هذا عشان يعمل اطاله لعضلات الظهر، الاطاله اللي هي ستريتشنج. برضو في برضو التمارين اللي جدا مهمه للاطاله، برضو يخلي يده مستقيمه، كوعه على نفس على نفس مستوى الكتف بالشكل هذا ويسحب لاقوى شيء. طبعا ودائما الافضل انه يقوم يمشي شويه يحرك جسمه. وشيء جدا مهم انه الرقبه، طبعا الوقايه اللي هي عشان الوقايه الرقبه تكون على نفس الخط مع الاكتاف، ما تكون قدامها، يعني الاذن تكون على نفس الخط مع الاكتاف. كل ما نزل راسه كثير كل ما زاد. وننصح بممارسه رياضات تعطي وعي للبوزيشن حق جسمه زي التاي تشي واليوغا والبيلاتس. طيب هذه تخلي الانسان مدرك لوضعيه الجسم. طيب اقول لك فواز، في حركات دائما الناس سووها وهم جالسين برضو على المكاتب اللي هي يدفوا صدرهم كده لقدام، يعني كانهم انهم بدهم يطقوا ظهرهم، وبنفس الوقت مثلا يحركوا رقبتهم بطريقه دائريه، هذه ما تدخل تحت اطار الرياضه؟ انا اطالب تورينا صار. الا ممكن فهمت. تدخل لازم صارت تورينا صراحة. تدخل يعني انت فهمت علي صح؟ تخيلت المنظر انت. خلاص فهمتها. فهمتها. تخلي رجلها بالشكل هذا ثابته في الارض، ممكن تميل بالشكل هذا بس ما تطق طقه واحده وترجع. أيوة. تثبت جسمها بالشكل هذا مده 25 الى 30 ثانيه عشان يصير ستريتش لاسفل الظهر. هذه جدا ممتازه. طيب شكرا لذا التذكيري. طيب فواز، على فكره يعني المخرج واغلب الزملاء يعني بداوا يعملوا الحركات معك وهم جالسين في طبعا فوق في غرفه الكنترول، بس خليني اسالك يعني انت يعني يمكن 20 دقيقه كل ساعه كثير، فاعطينا يعني الحل او الاوبشن. احنا اعطينا الماكسيموم لكن اعطينا المينيموم. الاوبشن الثاني انه كل المينيموم 5 دقائق كل ساعه. هي جو فورورد وينتبه انه كذا، يعني طبعا ما يروح يمشي ويمسك الجوال ويسوي زي كذا. حتى لو مسك الجوال مثلا في الخمس دقائق يبغى يرتاح، بعض الناس يبغوا يرتاحوا يقوموا يكملوها بالجوال. أيوة. لا خليه يرفع راسه ويخلي الجوال بالشكل هذا ويسوي التكستيل تبعه. ايوه طيب اوكي، في كمان حركات ثانيه ممكن الواحد يسويها رياضيه غير اللي انت وريتنا اياها اكثر؟ اللي مو في المكتب او في بعض الناس ما يحرجوا في المكتب، في شيء جدا مهم عشان الظهر مع اسفل الظهر اللي هي حاملها على الارض، ينام على الارض بالشكل هذا يدينه كذا بس يطلع كذا. هذه في البيت، هذه مو حقه مكتب، يعني هذا كميه الجراثيم اللي الواحد يشيلها من المكتب.
طبعا ايوه. اذا واحد عنده مكتب خاص ممكن يعني يسكر الباب ويعيش حياته. طيب اخيرا ويكون عنده مات مثلا، يعني واحد مثلا رياضي متمرس، هل عندك تمارين يمكن شوي اكثر، مش اكثر تعقيدا، او ممكن فيها يستخدم الكرسي نفسه او حتى المكتب، انه ممكن يعمل بوش ابس مثلا على المكتب، او يمرن الترايسبس على الكرسي مثلا؟ ايوه طبعا يعني. طبعا طبعا ممكن 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 يعمل بالشكل هذا. طبعا تثبيتي للكرسي لحاله مجهود لاسفل الظهر للكور، ممكن انزل اطلع في نفس الوقت. ممكن في ناس يحطوا رجولهم كذا ويبدا يعمل عليه حركات، اذا واحد رياضي يعني ما هي كويس للبيجنرز. ايوه ويعمل معها دمج مع تمارين اسفل الظهر، لو عمل كارديو فاسكولار معاها اللي هي زي هذه الحركه راح يكون برضو اقوى التمرين كثير. حلو. ويساعد في حرق الدهون. جميل، احنا بنشكرك على وجودك معنا. كان معنا من جده مدرب الرياضه فواز الطاسان اللي اعطانا بعض النصائح المهمه خصوصا للموظفين.